dear students, how are you today? Today we have Unit 2, Lesson 6, Different Schools. عزيزي طالب الصف الأول المتوسط اليوم راح يكون درسنا هو الوحدة الثانية الدرس السادس ونتكلم فيه عن اختلاف المدارس. ننتقل الآن إلى كتاب الطالب وطبعا دائما إحنا نفتح كتاب الطالب وكتاب النشاط مع بعضهم ونحل التمارين ولا ما نكمل كل قاعدة. Now we have Lesson 6, Different Schools, Page 21. 21 عزيزي الطالب افتح كتابك على صفحه 21 من كتاب الطالب here we have this text is about an iraqi boy and an english boy talking about their school year هذا النص راح يكون هو عن ولد عراقي وولد انجليزي يتكلمون عن السنه الدراسيه بكل بلد والولد هو من انجلند من انجلترا سايمون وياسر is from iraq Here we have. راح أقرأ لكم الدرس فانتبهوا يا One afternoon, Yasser was playing in the park. It was December, and it was windy. إذا يوما ما كان ياسر يلعب في المتنزه وكان هو شهر ديسمبر and it was windy وكان الجو عاصفا. Another boy was playing on a skateboard. كان هناك ولد آخر يلعب على لوح التزلج he was playing alone يلعب لوحده he was not from iraq hello said yasser my name is yasser where are you from yasser سال الطالب الولد الثاني where are you from the other boy was from england came england and his name was simon my father works in basra my father works in basra he said i am on holiday here يعني هو الان في عطله on holiday said yasser بتعجب في عطلة Don't you go to school? ألا تذهب للمدرسة? Yes, said Simon, but we have holidays now. لكن أنا عندهم عطل. Holidays in December, said Yasser, استغرب. عطلة في ديسمبر لأنه إحنا في ديسمبر إحنا عندنا دوام. Simon explained. الآن راح يوضح سايمون السنة الدراسية عندهم في إنجلترا. There are three terms in the school year in England. الترمز هي تشير إلى فترات محدده ممكن تكون فترات دراسيه وغيرها in the school year in England the autumn term عندهم ثلاث فصول دراسيه اللي هي the autumn term فصل الدراسي الخريفي the spring term والربيعي and the summer term والصيفي the students have two weeks holiday at christmas and two weeks holiday in spring يعني عندهم عطلتين عطله اسبوعين في اعياد رأس السنه الميلاديه و في وكذلك اسبوعين في الربيع. They also have six weeks holiday in summer وست عطل ست أسابيع هي عطلة صيفية. The school year begins in september يبدأ في سبتمبر. And we have one week's holiday in the middle of each term. وفي منتصف كل فصل دراسي لديهم عطلة أسبوع واحد. That's called a half-term holiday. Simon added: "What about you?" Simon الآن سأل ياسر: "ماذا عنك؟ خلينا نشوف بالعراق. We don't have terms ليست لدينا فصول دراسية. We have semesters. السمستر هو نصف السنة الدراسية يكون. ياسر begin. Some of our holidays are at the same time every year. بعض العطل العضل... الطالع عندنا ثابتة يعني يكون تصنيفها ميلادي ثابتة كل سنة نفس الوقت. Iraqi Armed Forces Day for example على سبيل المثال عيد الجيش العراقي. But other holidays are at different times every year. لكن توجد عطل أخرى تختلف في التاريخ وخاصة هي العطل اللي تكون هجرية عن تاريخ الهجري. For example, but the other holidays are at different times every year. عيد الفطر for example. عيد الفطر يختلف من سنة إلى أخرى. What's Eid al-Fitr? Ask Simon. سأل Simon ما هو عيد الفطر. Now dear students. Which holidays are at the same time every year in Iraq؟ Before this, look at the picture and tell me Who is Yasser and who is Simon؟ تقدر تحذر من خلال الصورة من هو ياسر ومن هو سايمون؟ هذا راح يسألك يا المدرس بالصف ولازم أنت وزميلك تتناقشون بهذا الموضوع Now, which holidays are at the same time every year in Iraq؟ ما هي العطل في العراق اللي تكون نفس التوقيت أو نفس الفترة كل سنة ينعاد؟ هذا مثلاً على سبيل المثال Iraqi Armed Forces Day عيد الجيش العراقي Iraqi Armed Forces Day الآن ننتقل إلى تمرين بي أيضاً في كتاب الطالب وهو راح يكون حسب الشكل الموضح أمامنا Pair Work عمل زوجي عمل ثنائي Tell Simon about your school year الآن أنت راح تخبر سايمون عن سنتك الدراسية وهي نفس ما أخبره ياسر هذا تتناقش به أنت وزميلك. الآن ننتقل إلى كتاب النشاط and we have lesson 6 different schools exercise 1 التمرين الأول. Look in the students book answer the questions write short answers. الآن تنظر إلى كتاب الطالب وتجيب عن تجيب عن الأسئلة اللي أمامك اللي تتعلق بالقطعة وتكون إجاباتك قصيرة. نقصد هنا بالإجابات القصيرة أنه على قدر السؤال. What season is it? What season is it? ما كان هو الفصل وينتر راح تقول لي إنه ما ذاكر لي إنه وينتر أقول لك إنه ذكر لك شهر ديسمبر وهو الشتاء فهذه الأسئلة راح تكون بعضها استنتاجية وهذا الشيء في خدمنا في القطعة الخارجية B Who is Simon playing with? Who is Simon playing with? من يقول هو معناته يريد عاقل مع من كان يلعب سايمون Nobody كان يلعب وحده alone Nobody Who speaks first؟ من تكلم بالبداية؟ ياسر speaks first، ياسر هو أول من تكلم Who is on holiday؟ من هو كان في عطلة؟ أكيد هو سايمون E. What are the three parts of the school year in England called؟ ماذا تسمى ثلاث أقسام من سنة دراسية في إنجلترا؟ Terms F. How many half-term holidays does Simon have in a year؟ الهاف half اعطى عطل الـ half راح تكون عنده 3 How many weeks whole day does Simon have every year? Here we have 13 إذا تحسبون عطل الأسبوعية ما راح تكون 13 الآن ننتقل إلى التمرين الثاني Look in the student's book again ننظر مرة ثانية في كتاب الطالب What kind of words begin with capital letters? هذا راح يتعلق بسؤال بالتنقيط أي الكلمات تبدأ بالحروف الكبيرة Where do you need to add commas اين نحتاج ان نضع الكوما الفارزه now write the paragraph correctly الان عزيز الطالب بعد ما تنظر الى القطعه الخار الى قطعه different schools راح تشوف انه وين استخدمنا الـ capital letters وين استخدمنا الكوماز الفوارز وبعدها نطلب منك انه تصحح التكست النص اللي امامكم باضافه الكوماز وتحويل small letter الحروف small letter إلى capital letter. My parents, and uh, my sister Amel and I sometimes go to London in winter. We leave Iraq in December and stay in England for five weeks. We always come back for the Iraqi Armed Forces Day. That's in January. This year it was on Wednesday, so we had a long weekend Wednesday, Thursday and Friday. أمامكم هذه القطع المطلوب أن نصححها بالpunctuation التنقيط طبعا راح اعطيك الملاحظات انه وش وقت نستخدم الحروف الكبيره for names of towns اسماء القرى والمدن for names of countries اسماء الدول to start a sentence مع بدايه كل جمله ايضا نستخدم capital letter for the pronoun i الضمير i في ايا كان موقع نستخدمها دائما capital letter for months للاشهر and for important holidays والعطل المهمه ايضا نستخدم لتر هذه تكلمت فيما يخص القطعه اللي اخذتوها. الان الحل راح يكون امامنا واشرتها اليك باللون الاحمر، وهنا عندي شويه بالطباعه عن نزلت الاسطر هي المفروض تكون متواصله. My parents اللي باللون الاحمر هي التصحيح. My parents, comma, my sister، لاحظ اذا نجت الكوما هنا بالتعداد. My parents, my sister امل, and I. sometimes go to london in winter we leave iraq in december and stay in england for five weeks we always come back for the iraqi armed forces day that's in january that's in january this year it was on wednesday so we had a long weekend هنا راح يذكر لي طبعا تسلسل الايام وين زي ثيرزداي ويضع بعد قبلها يعني بعدها فواز ما عدا اخر تعداد يضع يسبقه بأند اند. 3 read the incomplete paragraph about the school year in Iraq. هذا paragraph مقطع يتعلق بالسنة الدراسية في العراق راح اقرا لكم اياه ونحله. The school year in Iraq begins in September. It is in two parts called semesters between the Semesters, we have two weeks' holiday. This holiday is usually in January. We also have other free days. Some are on the same day every year, like Iraqi Armed Forces Day, or others. For example, others are at different times. For example, the longest holiday is in the summer. In the summer, it is about كم عطلة كم أسبوع 12 weeks long ننتقل الآن إلى تمرين آخر أمامكم هذه الكلمات المفروض أنه أضع كل واحدة منها تحت العنوان المناسب Here we have holidays, month, weather, words or seasons راح هنا نوزع هذه الكلمات مثلا الهوليديز holidays العطل ايش تضمن من الكلمات الموجودة Armed Forces Day Christmas We have عيد الفطر We have half term Also we have Weekend بالنسبة للمانثس الأشهر شو عندي؟ فبرواري، جانيوري، أيضا وي هاف فبرواري، جانيوري، جولاي، أند وي هاف مارش، أند أكتوبر. وذر ويرز الكلمات تتعلق بالطقس هي كلاودي، رين، سنو، ساني، أند ويندي. فيما يتعلق بالسيزن الأفصل اللي هي أوتم، الخريف، سبرينج، سمر، أند وينتر. How often الشيء الكلمات الدالة على التكرار اللي هي ايش راح تكون عندي؟ always, never, often, sometimes, and usually. Sometimes هاي الأس مع sometimes. ننتقل الآن إلى آخر سؤال imagine you meet someone هنا راح تتخيل نفسك إنه التقيت من شخص خارج بلدك، نكتب خمس أسئلة ممكن أن تسألها له طبعاً هذه الأسئلة تختلف من طالب إلى آخر. مثل what is your name؟ هذا أول سؤال. بالنسبة لي كتبت هذه الأسئلة كتبت هذه الأسئلة اللي هي راح تكون What is your, نوع طعام أنت تعتقد إن لازم يجربه إذا عزمتني على أو دعيتني إلى مناسبة خاصة في بلدك ايش راح تكون هذه المناسبة؟ وات از ذا موست بيوتيفول بليس يو هاف ايفر سين يور country اجمل مكان شاهدته ببلدك ما هو؟ وات از يور favorite ثينج اباوت يور هوم تاون؟ الشيء المفضل يتعلق بمدينتك؟ و well, the ذا موست ديليشيس ديش ديش يو هاف ايفر هاد ان يور ترافلز؟ افضل طبق او الذ طبق تناولته انت بسفراتك او برحلاتك. فهذه كلها المادة تتعلق وكلها تعبير راح تكون من عندك واشياء تتعلق بالعطلة. Here we come to the end of our lesson for today. Thank you for being with us and goodbye.